بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، كثير من الناس يغفل عن وظيفة الاستغفار وأهميته، ولا يعلم أن الاستغفار سبب عظيم جدا من أسباب الرزق. فلو أن الإنسان أراد سعة في الرزق أو كثرة في الولد أو توفيقا في الأمر، فعليه أن يكثر من الاستغفار. ولنتأمل شيئا من هذا المعنى في سورة نوح، عندما قال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على الاستغفار وأن يوفقنا إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.